إذا كان قياس زاوية داخلية لمضلع منتظم يساوي 135 درجة، أوجد عدد الأضلاع. المرة دي جايب لنا قياس الزاوية الداخلية وطالب مننا عدد الأضلاع. لو كان المعطى عندي قياس الزاوية الداخلية والمطلوب عدد الأضلاع، هنستخدم القانون N بتساوي 360 مقسوم على 180 ناقص X. طيب نراجع مع بعض ونفهم الدنيا ماشية ازاي. أنا الـ N عندي ده اللي هو عدد الأضلاع، والاكس قياس الزاوية الداخلية، يبقى الاكس هنا المكان اللي 135، والان اللي هو عدد الاضلاع المطلوبة، يبقى الان بتساوي 360 على 180 ناقص 135، معنى كده ان الان بتساوي 8. اذا عدد اضلاع الشكل المنتظم الذي فيه قياس الزاوية الداخلية 185 يساوي 8 اضلاع. إذا كان قياس زاوية داخلية لمضلع منتظم 144، فأوجد عدد أضلاع. أنا عندي هنا قياس الزاوية الداخلية 144، والمطلوب مني عدد الأضلاع، معنى كده إن الـ N بتساوي 360 مقسومة على 180 ناقص الـ X، الـ X اللي هي قياس الزاوية الداخلية، والـ N اللي هي عدد الأضلاع، معنى كده إن عدد الأضلاع بيساوي 360 مقسومة على 180 بالتعويض ناقص 144، إذا N بتساوي 10، ومنها الشكل يتكون من 10 أضلاع. اتكلمنا عن مجموع قياسات الزوايا الداخلية لأي مضلع، وقلنا إن هي بتساوي N ناقص 2 مضروبة في 180، معنى كده إن هي تعتمد على عدد الأضلاع، إنما قياسات الزوايا الخارجية بتساوي 360 أيا كان عدد الأضلاع. معنى كده ان مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث والشكل الرباعي والشكل الخماسي والسداسي، كل مجموعهم بيساوي 360 درجة. يعني معنى كده ان اي شكل محدب ايا كان عدد اضلاعه، مجموع قياسات زواياه الخارجية تساوي 360 درجة. اول قيمة اكس في الشكل المجاور. في الشكل المجاور هلاقي الزوايا اللي موجودة كلها زوايا خارجية، معنى كده ان مجموعها بيساوي 360 درجة. معنى كده ان 2 اكس ناقص 5 زائد 3 اكس زائد 10 زائد 6 اكس ناقص 5 زائد 2 اكس زائد 5 اكس بتساوي 360 درجة. نجمع مع بعض، انا عندي 2 اكس و 3 اكس 6 اكس و 2 اكس و 5 اكس بتساوي 18 اكس. سالب 5 وموجب 10 سالب 5 بتساوي 0، معنى كده ان 18 اكس بتساوي 360، يبقى الاكس بتساوي 360 مقسومة على 18، يبقى الاكس عندي بتساوي 20 درجة. اوجد قياس زاوية خارجية للاتساع المنتظم. انا هنا اللي مطلوب مني مش مطلوب مجموع الزوايا، لا انا موجود قياس زاوية واحدة. اتفقنا ان انا كنت عشان اجيب قياس زاوية واحدة كنت بقول المجموع مقسوم على عدد الزوايا. طب ما انا عندي عدد الزوايا هنا بيساوي 9 لان ده شكل اتساعي، معنى كده ان قياس كل زاوية بتساوي 360 اللي هي المجموع مقسوم على 9، يبقى قياس كل زاوية بتساوي 40 درجة. اوجد قياس الزاوية الخارجية لمضلع منتظم مكون من 12 ضلع، معنى كده ان عندي هنا ان الـ N بتساوي 12، ومطلوب مني قياس الزاوية الواحدة، يعني معنى كده ان قياس كل زاوية بيساوي 360 مقسوم على عدد الأضلاع، ومنها ان الاكس بتساوي 30 درجة. اوجد قيمة اكس في الشكل المجاور. الزوايا اللي موجودة عندنا زي ما احنا شايفين كلها زوايا خارجية، معنى كده ان مجموعها بيساوي 360 درجة، يبقى انا عندي هنا 6 اكس زائد 9 اكس زائد 2 اكس زائد 139 بتساوي 360 درجة. 6 اكس زائد 9 اكس زائد 2 اكس بيساوي 17 اكس زائد 139 بيساوي 360. بحل المعادلة يبقى 17 اكس بتساوي 360 ناقص 139، يبقى 17 اكس بتساوي 221، يبقى الاكس بتساوي 221 على 17، يبقى الاكس بتساوي 13 درجة.